حياكم أعزائي المشاهدين، ورح نبدأ أولى فقرات حياتنا. كثير من السيدات تكتشف وقت الحمل وجود ورم ليفي أو أورام ليفية في الرحم، مع المتابعة أكيد الدورية مع الطبيب المختص والفحص أكيد بالأجهزة الخاصة بالموجات الصوتية وغيرها من الأجهزة. السؤال هنا المتكرر لكل سيدة، هل الأورام الليفية لها تأثير سلبي على فترة الحمل أو على الجنين وغيرها؟ أكيد من الأسئلة رح تكون معنا الدكتورة صابرين، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الملك فيصل التخصصي وإحدى عضوات جمعية رفيد. أهلا وسهلا فيك دكتورة صابرين. أهلا فيك بجاي، حياك أكيد معنا. الله يحييك يا رب. بداية دكتورة صابرين، يعني بنتكلم عن الأورام الليفية، يمكن الكثير ما يعرف هذه الأورام إيش سببها وطرق علاجها، وزي ما شفنا في المقدمة أنه كيف إذا ظهرت في فترة الحمل هل تؤثر على الحمل أو على الجنين؟ أوكي. أول حاجة يسعد مساك اللجين ومساء الجمهور جميعا. فطبعا الورم الليفي طبعا هو أولا حابة أقول للنساء أنه هو ما هو سرطان ولا هو خبيث، تمام؟ خلينا نكمل هاي الناحية. ممتاز. هو طبعا من الأورام الشائعة للنساء، بتنشأ من الرحم وخاصة من الألياف العضلية لجدار الرحم، عشان كده سموه ورم ليفي نسبة إلى الألياف. طبعا نسبتها في النساء بتكون من 30 إلى 50%. طيب إذا جبت لك 10 نساء قرابة 50، عمرهم قرابة 50، 7 منهم حلاقي عندهم أورام ليفية وهم ما هم دارين. فبالتالي يعني أغلب النساء بيكون موجود، فقط 30% هم اللي بيشتكوا من الأعراض. كيف أعراضها تظهر على السيدة يعني؟ طبعا هي تختلف الأعراض من سيدة لأخرى، كمان تختلف على حسب حجمها، على حسب أماكنها، على حسب عددها. نعم. طيب وكمان يكون في بالنا مع تقدم السن وقرب المرأة من سن انقطاع الطمث ممكن يختفي هذا العرض. بس الأكثر عرض شيوعا بتجينا المرأة عشانها في العيادة هي غزارة الدورة. تمام. طبعا ما تكون عندها لخبطة في الدورة، فقط غزارة في الدورة، إن في كمية الدورة نفسها أو في عدد أيام الدورة. أحيانا نصاحبها آلام شديدة بسبب احتقان في نفس المنطقة. نعم. وكمان زي ما قلنا في البداية أنها تختلف على حسب حجمها وأماكن وجودها. فإذا كانت موجودة مثلا في الجهة الأمامية للرحم حتضغط على المثانة، فممكن تسبب لنا كثرة التبول. نعم. إذا كانت موجودة في الجهة الخلفية ممكن تضغط على المستقيم وتسبب لنا الإمساك. وكمان إحنا ممكن نكتشف هذه الألياف خلال الفحوصات الروتينية للنساء اللي تأخر عندهم الإنجاب، بيروحوا يعملوا أشعة بيلاقوا فعلا. ممكن تكون هي سبب من أسباب تأخر الإنجاب؟ أيوه ممكن أنها تكون سبب. نعم. لأنه إحنا قلنا في البداية حسب أماكنها. فإذا كانت موجودة داخل تجويف الرحم، بالتالي ما في مكان أنه ممكن يكون عندنا الغراسة بويضة مخصبة ويتكون الحمل عندنا يعني. دكتورة صابرين، يعني أفهم منك أنه هي ما لها أسباب معينة، بتظهر يعني بدون سبب مثلا وراثي، سبب مرضي أو خلل، من غير سبب؟ هي ممكن تكون يعني ما في سبب أساسي لين دحين أثبت دراسات بتسبب لنا هذه الأورام الليفية. نعم. ولكن يعني ممكن عوامل أخرى أحيانا تكون وراثي. أحيانا بيكون يعني مثلا كانت الأم عندها ممكن نسبة إنه بناتها يكون عندهم يعني. أحيانا كمان لأنه هو هذا الورم بيتحكم فيه هرمونات الأنوثة الأستروجين بالذات. نعم. فإذا كانت المرأة بلغت سن مبكر فمعناته جسمها تعرض للأستروجين مدة أطول، فيكون عندنا مجال انه ممكن يطلع له هذا الورم الليفي، بس سبب رئيسي اساسي له ما هو موجود يعني. هل في حالات ممكن انه هذه الاورام الليفيه ممكن تتحول الى امر او اورام سرطانيه مثلا؟ لا انا عارفه هذا السؤال دائما المريضات بيسالونا في العياده، فعشان كذا من بدايه اللقاء قلت ابدا ما لها اورام سرطانيه. نعم. ولا خبيثه. طيب ما بتاثر على الجنين، ما بتاثر على الام في فتره الحمل، ما لها اي تاثير. كيف طرق علاجها او لها تاثير؟ لا لها تاثير. ايوه كيف طريقه تاثيرها؟ فانه احنا قلنا حيكون تاثيرها، طبعا الناس ممكن يقول هل تسبب اسقاطات وهل تاثر على الحمل؟ نعم. نعم هي ممكن تسبب اسقاطات، انه اذا كانت موجوده في داخل تجويف الرحم فيمنع حدوث انغراث البويضه المخصبه فما يصير عندنا حمل. واذا المراه حملت ممكن تصير عندها مضاعفات خلال الحمل على حسب حجمه ومكانه. لانه طبعا وضع البيبي الطبيعي بيكون براسه عشان تصير الولاده طبيعيه. صحيح. ولكن بوجود الورم في تجويف الرحم بيخلي تغير في وضع البيبي، ممكن بيكون وضع الجنين مستعرض او بمقعده، فبالتالي بتزيد عندنا نسبه عمليات القيصريه. كمان من ضمن المضاعفات خلال الحمل حاجه تسمى الاستحاله الحمراء او الريد ديجنريشن،
معناته انه عندنا تجمع دموي للورم، هذا سبب احتقان والام شديده للمراه الحامل. لدرجه تجينا الطوارئ تحس ان عندها طلق، هو ما عندها طلق، وتحتاج ان هي تتنوم ونعطيها فقط مسكنات ومغذيات بيخف عليها الالم. ممكن المرأة تكمل الحمل وتولد بالسلامة يعني، بس بعدها في احتمال النزيف. ليش؟ لأنه الحمل الولادة الطبيعية تجويف الرحم يبدأ ينقبض والعضلات تنقبض وما يكون عندنا نزيف، ولكن وجود هذه الكتلة في داخل الرحم يمنع الانقباض الطبيعي له، فبالتالي يكون ممكن خطر النزيف. فأي مرأة تكون عندها ورم ليفي بعد الولادة نحب نحطها تحت الملاحظة عشان نتضمن أنه ما عندها أي نزيف بعد. ممتاز دكتورة، حضرتك ذكرتي عدة حالات للمرأة الحامل في إصابتها للورم الليفي، وبيفرق حسب حجمه ومكانه. نعم. طيب أثناء فترة الحمل الأولى هل ممكن للسيدة أنه تكتشف عندها ده الشيء؟ ممكن يصير في علاجات سريعة مثلا حتى لا توصل أنه هي تفقد جنينها أو بعض المشاكل اللي حضرتك ذكرتيها خلال فترة الحمل المتقدمة؟ طبعا زي ما قلنا اغلب النساء بيكون عندهم فعلا هذا الورم بس ما بيكتشفوا احيانا غير في الحمل، لان تاثير الهرمونات نفسها خلت الورم بيكبر معاه. نعم. بس ما في اي تدخل جراحي او علاج احنا ممكن نسويه خلال الحمل، ولا محاذير معينه مثلا، ممارسات صحيه مختلفه، اي شيء يعني ما يحتاج. انه فقط نحط في بالنا يعني نتابعها باستمرار ونتابع هذا الورم يعني ونعالج الاعراض اللي هي بتشتكي منها يعني فقط. في الضرورة القصوى مثلا إذا فقدت الأم أو كانت رح تفقد جنينها، هل هناك أيضا ممكن احتمالية لتدخل جراحي لإزالة الورم؟ إذا هي خلاص حامل وحتكمل حملها ما في فرصة إنه هي تفقد الجنين، الجنين خلاص لقى مكانه وبدأ يكبر في داخل تجويف الرحم. ممتاز. يعني ممتاز. طيب دكتورة صابرين، دورك أنت كطبيبة في التوعية أكيد للسيدات سواء قبل فترة الحمل أثناء فترة الحمل بأنه في احتمالية يكون عندك هذا الورم الليفي ولازم بهذه الطريقة ممكن تكوني متجاوبة مع هذا المرض، إيش دورك كطبيبة في التوعية والتثقيف للسيدات؟ طبعا دوري انه احنا دائما نحب انه نوعي السيدات، وهذه فرصه انه احنا جينا عندكم في القناه يعني انه نوعي السيدات بخصوص هذا الموضوع، لانه تيجي تساؤلات كثيره، وانه انا كمان خصوصا انه انت ذكرتي انه نسبه عاليه من السيدات بيصابوا بهذا بدون ما يحسوا او يكون لهم اعراض. صحيح. نعم. وكمان انه انا من احدى خبراء في جمعيه رفيده. نعم. اللي احنا نسعى لتثقيف المراه، هي عباره عن منظمه غير ربحيه تمكن المرأة من اختيار قرارات سليمة تتعلق بصحتها، وطبعا عن طريق ثلاث أشياء. أول حاجة التثقيف، إنه احنا نهتم بالصحة قبل المرض يعني. نعم. لأن صحة المرأة الطيبة بالتالي نبعد عنها المرض، فالوقاية عندنا شيء أساسي. وعن طريق التأييد، إنه احنا بنطور المهارات الصحية السليمة للمرأة. وآخر حاجة عن طريق إنه التدريب، وكمان عن طريق التدريب إنه احنا بنعطيها المهارات الأساسية الصحيه، والتأييد انه احنا نحاول نساهم ونشارك في وضع السياسات والانظمه لتحفظ حقوق المراه الصحيه. جميل. دكتوره، من ضمن الخدمات اللي حضرتك ذكرتيها انه انتم بتساعدوا النساء وبتثقفوهم على موضوع الوقايه، خلينا نتعرف معاك عن سبل الوقايه من الاورام اللي فيه. هو للاسف ما عندنا سبل وقايه لها، انه زي ما قلنا انه اصلا ما لها سبب رئيسي، بس فقط انه المراه اذا اكتشفتها واذا مسببت لها اعراض وقتها احنا ممكن نعالجها. ولكن اذا كانت المراه عندها الورم الليفي هذا ومو مسبب لها اي اعراض ما تحتاج لا تدخل جراحي ولا اي تدخل دوائي يعني. ما لها سبب. نقدر نقارنه بتكيس المبايض مثلا؟ من الاعراض والعلاج وما له اي تأثير على السيدة سواء كانت حامل أو غيرها؟ ممكن بس في فترة الحمل اللي هو يأخر الحمل للسيدة. تكيس المبايض، لأنه غالبا تكيس المبايض المرأة بتكون بتشتكي من أشياء كثيرة فلازم نعالجها. الألياف إحنا ممكن نسيبها إذا كان ما عندنا شكوى، ولكن بمجرد المرأة تشتكي من شكوى معينة إحنا لازم نعالجها. سواء كانت يعني طبعا ما نعالجها خلال الحمل، لأن الحمل شوية صعب إن إحنا نسوي استئصال ولا نعالجها. نعم. بعد الحمل ممكن نعالجها، ولكن كان عندها الورم خلال الحمل بس ولدت بالسلامة وبعد كده ما عندها أي أعراض ما نحتاج إنه إحنا عملية استئصال الورم بتكون عملية جراحية كاملة أو طريق المنظار، إيش طريقتها؟ أيوة، إحنا ممكن طبعا قبل ما ننتقل للعملية التدخلات الجراحية عندنا علاجات دوائية، يعني مو على طول نروح نسوي الجراحة. ممتاز. فالعلاجات الدوائية على حسب الشكوى المريضة نفسها اللي عندها والعرض الصحي وحسب المتوفر عندنا وموافقة المريضة طبعا. طبعا من ضمن إذا كان أكثر شكوى بيشتكوا منها غزارة الدورة، فالحال إحنا ممكن نعطي حبوب منع الحمل،
إبر معنى الحمل أو حتى مسكنات غير ستيرويدية، هذه جدا بتفيد المرأة، مو على طول ناخذها على جراحة. نعم. الخيارات الجراحية زي ما قلنا عندنا استئصال الورم، ممكن يكون عن طريق المنظار وممكن يكون كمان عن طريق فتح البطن. وبين الخيارين في خيار جديد دحين عندنا اللي هو تخثر الأوعية الدموية. هو تدخل جدا بسيط في يوم واحد عدة ساعات المريضة تكون في المستشفى، بندخل شق بسيط في رجلها، بندخل قسطرة نوصل إلى الشريان المغذي للورم اللي في هذا وندخل فيه مادة بتخثرها. نعم. فبالتالي يعني يمنع نمو الورم الليفي ويبدأ يصغر ويختفي بعد كده. ممتاز. كلمة أخيرة تقدر تقدميها نوعي فيها أكيد السيدات عبر برنامج حياتهم. أول حاجة حابة أطمنهم، هذه الجملة اللي دائما أقولها للمريضات عندي، إنه هي ما هي سرطان ولا هو ورم خبيث. وابدا لا تشيلي هم، يعني في مرضى يجي الدكتور لازم تشيلي لي، لا، طول ما انه حياتك هو اسم ورم يمكن بالضبط. فانا احيانا ما احب اقول للمرضى انه اورام ليفيه، ممكن اقول لهم تليفات في الرحم، فشويه خفيفه عليهم. صحيح. يعني بتكون. فاهم حاجه حطوا في بالهم انه ما تحتاج انها تتعالج ولا اي جراحي ولا ادويه اذا كانت ما بتشتكي من شيء، ومع تقدم العمر يبدا يختفي. شكرا لك دكتورة صابرين كلينتون طبيبة نساء وتوليد، نورتينا أكيد في حياتنا. الله يخليك.